ليش أنا مخطوف؟ بعرفك أنا شي؟ ما تحكي يلا. على مهلك يا أبضاي، بعرف إنك إنسان مثقف واعي وهادي، مو عصبي، جفص كتير ونفسيته حامضة. بدك تتركني امشي؟ ما فيني لأنك ضيفي هلا. ماجد أرجي أغلو. المهم بقائك عندي هالفترة بتحددها محبة أبوك. معناها خطفتني لتاخد فدية. خطفتك كرمال حصل مصرياتي. أبوك متدين مني مصاري. قديش؟ أخذ 10 مليون دولار. شوف يا أبضاي، بدي حقي يرجع كامل وغير هيك ما بقبل. والمصاري مهما كان الثمن يكون رح أخذهم من أبوك لآخر قرش ورجعوا لحقي عدوز بارا. عم تفهم كلامي؟ طبعا عم بفهم، بس بابا من سابع المستحيلات انه يدفع لك المصاري. يا خسارة، كان بودي استضيفك عندي بظروف افضل من هيك بكتير. لا تأخذني، الوقت مو مناسب. هاي هاي بابا، ما في يدفع لك المصاري، لهيك اتركني امشي. طالعوني.